ازاي اضيف ملف اكسل او داتا موجوده بره الاكسس الى الاكسس من اكسترنال داتا، واختار نوع البيانات بتاعتي من امبورت. انا البيانات بتاعتي موجوده في اكسل فايل، كل مطلوب مني ان انا اشاور على الملف بتاعي. يعني انا عارف ان الملف بتاعي موجود في فولدر اسمه ورك فايلز، ممكن حتى احط الفولدر بتاعي هنا بيست واعمل براوز واختار الملف. الملف اسمه لينك، هو ما اظهرش غير ملفات الاكسل لان انت كنت مختار من الاول خالص ان انت بتعمل امبورت داتا من اكسل فايل. البيانات دي هي احطها في جدول جديد. انا عندي هنا ثلاث اختيارات، ان انا احطها في جدول جديد، او ان انا اضيفها لجدول موجود، او ان انا افضل رابط الاكسس داتابيز بملف الاكسل بحيث لو حصل اي تعديل في الاكسل فايل يحصل هنا. احنا نعمل امبورت تو نيو تيبل. الداتا مظبوطه، انا ما عنديش مشكله، وهسيبه يضيف حتى برايمري كي. هو هيسمي الجدول سيلز. الاسم ده جابه منين؟ ده اسم الشيت في ملف الاكسل.